نجح أمس اتحاد الشوية في ضرب عدة عصافير بحجر واحد من خلال الفوز المحقق ببرحال على حساب حمراء عنابة، لأن هذا الانتصار مكنه من تمرير الإسفنجة على التعثر الأخير في عقر الديار بعد احتواء مشكلة إضراب اللاعبين، فضلا عن النجاح في الأخذ بالثأر من هزيمة الذهاب بأم البواقي أمام ذات المنافس. كما أن هذه النقاط سمحت لأبناء سيدي أرغيس بعد بمد أقول خطوة عملاقة نحو ترسيم البقاء بعد مباراة احتفظت بأسرارها إلى غاية الأنفاس الأخيرة، ليكون الجوكر لوسيف حاسما بهدف قاتل. الزميل عبد القادر مرزوق حضر هذه المباراة وعاد لنا بالتالي. رجعت في فريق من أربعة. كيف تشوف الخبر تاع الروتور؟ والله تاع الروتور أكثر من اللي لعب، وأنا نقول باللي في الماضي على باله أدرى بجمهوره، كيما راهو نظم مقابل ليه واحد ما كان ينتظر يلعب طريقة سعدان، ولعب طريقة سعدان كيقول مسكين أنا لعبت ربع ساعة لعب كتروا. هذه هي كرة القدم، هو درس الوقت اللي الناس كريتي كيما تبلاقي هو كان يخدم، والحمد لله يعني الفرقة خرجت. ونتمنى لا دوزيام مونش اللي تري زامبورتون، انا نقول اللي تري زامبورتون. واش تقدموا الحكم كسامة يدير مقابلة العودة من الجزائر كمان الحكم كسامة؟ كسامة معروف اللي تري زونيت تري كوريكت ما يظلمش، مام هذا تاع البارح شوية تروش على المغرب، ولكن توعنا كانوا التمثيل صح، ونتمناو الجزائر تروح المونديال باسكو المونديال صدى الجيري في قطر ماهوش مونديال كيما ليطالي صح، يعني ليطالي ماهوش مونديال حرام. شنو فيك شنو فيك شنو اليوم الحمد لله اعتقد من اليوم قطر 10 كبير من طلب بقى على كل حال الحمد لله بعد بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم سيطرنا على أطول المقابلة في الشوط الأول، عرفنا نتمركزوا في أرضية الميدان، اللاعبين يعني نشكرهم يعطيهم الصحة، يعني إيزون ريسبكتي لي كونسين سيرتو بوزيسيون تاعنا ولاسبي تكتيك، كنا أون بلاص الله يبارك الحمد لله. في الشوط الثاني يعني بدلنا خطنا هجومي باش نستغلوا الفرص اللي متاحت، كما كان الحال تحتنا الفرصة سجلنا الهدف. الحمد لله هذا الفوز يخلينا نخدموا أكثر بأكثر أريحية وضمن البقاء، مازال يعني مازال مشروع، لكن راحين نتنفسوا شوية سعداء من الفوز. كوش شفنا لاعبين تاعك اليوم جازين من الناحية البدنية رغم كانوا مضربين وكانوا مقاطعين تدريبات، وشنو السر تاع اليوم؟ السر تاع اليوم هو العمل المتواصل، يعني المدرب اللاعبين اعطيناهم تعليمات من ما يدربوش في ارضيه الميدان، يقعدوا يكونوا اكتيف. وحنا على كل حال خدمنا ملي جانا الطاقم اللي جينا هنا، انا خدمنا في من جانب البدني نعرفوا وقتاش لازم ندخلوهم، وشفتوا كي ندخلوهم يعطوا الاضافه. الحمد لله يعني التشيك تاعنا كان ناجح، والحمد لله بعد المناسبه يعني كيفاش يقولوا جو روميرسي الطاقم الفني تاعي اللي مانيش وحدي، كاين طاقم فني مع ورايا وراهم قايمين بدور كبير تساعدوا كاع كيف والحمد لله تجيب النتيجه. بارك الله فيك. يعني اخذت الحسابات الحمراء، دخل حسابات السقوط، اعتقد الاضراب يعني اثر على الناحيه البدنيه اللاعبين اليوم. خش مش بدنا نتكلم دير ديبار بلي كنا على بالنا بلي الماتش راح يكون صعيب، وكنا على فيزافي لي كونديسيون بريبارينا الماتش، تقدر تقول عندنا دو سيمان سون سونترينمون، روتينا دو ماتش ان ماتش اوفيسيال السمانة اللي فاتت، لا كوبير هذه هلكتنا شوية، نظن بلي ميم لي جوار كانوا حابين نربحوا الماتش هذا هما تنفسوا، راك تعرف تشوف الماتش، لا ديفير اون كيسينا بيت في 3 مينيت على الفان، أثر علينا شوية. دوك ما نكذبش عليك دوك لو في دوك رانا دخلنا في المنطقة الخطيرة، دوك لازم الناس الكل تحط اليد في اليد، باسكو دوك راك تعرف لي ماتش اللي بقاو كل صعاب، دوك راك تحب ولا تكره باش تضمن لي ماتيا لازم 37 بوان، كنا 28 بوان، زيد تخرج السمانة الجاية مع 3 بوان، نظن بلي الوضعية تاع ليكيب شوية تعقدت،
انا واش نقول، انا لازم درك نحطوا اليد في اليد، نحيوا الخلافات كل، نحيوا التوسويس اللي راهو صاري في ليكيب، اللي عنده مشكل لازم نفريوها، ولازم ريليون اورجونس شادي لي جوار والاداره.